بالنسبة لوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية نجم نقوله للفترة الحالية نقوله تتميز بعدة أنشطة. احنا طاو في سنة 2018 ما زلنا في بدايتها، فما مستجدات، فما برامج انطلقت، فما برامج متواصلة. عندنا برنامج المعارض، وخاصة نستعد لمعرض ذي الصالون الدولي للاستثمار والتكنولوجيا سيات 2018، مش تكون الدورة دورة 13 مش تكون. لكن ممكن إذا كان ندخل اليوم في شهر نهاية شهر ماي، ممكن هو بداية شهر رمضان، إن شاء الله يكون مبروك على جميع شركائنا كمستثمرين وإعلاميين إلى غير ذلك. الحاجة اللي نحب نقولها اليوم الصباح أنا هي إحنا منذ مدة وزارة الفلاحة وعن طريق وكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية أعلنا على القائمة 36 تاع الأراضي الدولية اللي هي معدة للكراء في شكل شركات أحياء وتنمية فلاحية. كان من المفروض آخر أجل للتقدم بالعروض هو يوم 29 ماي، يعني من هنا العشر أيام أخرى، لكن في الحقيقة بطلب ملح من المستثمرين ومن العاملين في الميدان هذا، لأن المستثمرين تنجوها بعدين هم ما يتقدموش وحدهم بالدراسات متاعهم وعروضهم، فما مكاتب دراسات، فما ناس مختصة تعينهم على الموضوع هذا، معناها ألحوا على معناها التمديد في أجال تقديم العروض لأسباب شفناها احنا موضوعية. هو أنه إعداد الملف في حد ذاته يتطلب مدة، فيه معناها بعض الوثائق لابد من إعدادها، وحتى المستثمرين بصفة عامة تبين أنه حتى الجالية المقيمة بالخارج اهتمت بالموضوع، وإحنا حتى مع السيد الوزير من السنة الفارتة كل مكان فما زيارة لدول معناها الشقيقة والصديقة إلا ويكون لقاء مع الجالية المقيمة هناك واطلاعهم على الفرص الاستثمار وعلى مزايا الاستثمار في القطاع الفلاحي. ومن بين الحاجات اللي يقولون راه فما قائمة منتظرة أكيد. المجموعة هذه البعض منه عبر قال احنا توا مقيمين في الخارج ما كانش عندنا علم معناها دقيق مسبق على الموضوع، وتو عندنا شهر رمضان والبعض منه تجي فرصة انه يرجع لتونس وممكن وقتها يقوم بكل العمليات اللي لازم يكون هو معناها فما وثائق ما هو اللي صححها فيها التزامات الى غير ذلك. رفعنا الموضوع للسلطة الاشراف ومشكورة معناها تجاوبت مع الطلب هذا، واليوم معناها مش يصدر في الصحف بيان يقول راو تم التمديد إلى غاية نهار 28 جوان 2018. هذه النقطة دونك لبينا الدعوة هذه، وأكيد الناس ماشي يكون عندهم أريحية في أعداد ملفات. أنا نحب نأكد على أعداد الملف. أعداد الملف علاش نأكد عليه؟ أنا شخصيا معناها جاتني كسبت تجربة، وجميع الهياكل الوكالة وحتى وزارة الفلاحة تجربة خليني أنا نحكي عليها اليوم ممكن بأكثر التفاصيل. خليني ننبه الأخوة المستثمرين على بعض الجوانب. شنو التجربة ذي؟ هي القائمة 35، القائمة 35 اللي هي توا معناها بريسك مختلف اللي تحصلوا على الضيعات انتصبوا، وهنا كانت نسبة انتصاب مرتفعة حوالي 90%، معناها عندنا واحدة ولا اثنين ما انتصبوش لأن لأسباب خاصة. دونك عمليا اعتبروها ناجحة، ما كانش فيه معناها نقولوا تشكيات، ما جاتش الناس قالت علاش مشانا ما خذيتش اتسيترا. هذه نعتبرها، والعملية زادة كانت تمت بطريقة موضوعية شفافة لا ريبة فيها والحمد لله نعتبره. تبقينا اللي غاضنا شوية واحنا نشوفه في الملفات هو نسبة القبول متاع الملفات،
كانت ما تعدتش في أحسن تقدير بالضيعة على 50%. معناها نقولوا 100 عرض تقدم ما موصل للنهاية كان 50. الشطر من العروض تطيح في فيك الفرز الإداري نسميه واحد. علاش فرز إداري؟ ورقة ناقصة، ورقة غير مطابقة، شهادة لازم لابد منها، ما حطوهاش. أخطاء، ونعتبر أخطاء بسيطة كان من الأجدر الانتباه و معناتها عدم نقولوا نحصلوا فيها، فهمتني؟ وذاك علاش نحب نأكد معناها قدامكم اليوم على أنه كراس الشروط معناها واضح، فيه جداول معناها مفصلة، ويعطيك يقول لك شنو الوثيقة، والبعض منه فما حتى معناها الوثيقة كيفاش تكون في الملاحق، ما يلزمش نمشيو نكتبوا واحد أخرى ولا كذا، ناخذوا الملحق هو بيدو ونعمروه كما يلزم. وفما الجداول اللي تعطينا، فما وثائق اللي هي تلغي العرض. لازمنا نكون منتبهين، ما يلزمناش نتعنت ونقول انه العرض هذاك معناها الوثيقه هذيك لا داعي منها، وما الواحد تقدم في العرض لابد من الانتباه. وفما بعض العروض، بعض الوثائق اللي هي زاد ننتبهوا في صياغتها. عندي وثيقه نحب ننبه عليها للخيان الكل، هي الضمان البنكي. الضمان البنكي معناها هي شهاده يتم الحصول عليها من البنك. هنا مطالبين بتقديم ضمان بنكي غير محدد المده، غير محدد المده. الوثيقه موجوده، يكفي انه البنك يوافق عليها ويسند لحريفه الضمان البنكي هذا. بعض الخيان مش متعودين بضمان بنكي وقتي، هو ما هو محدود المده متاع شهرين ولا 90 يوم ولا ذلك. لكن هنا مطالبين بتقديم ضمان بنكي غير محدد المده. لابد ممكن يلقاو صعوبه مع البنك للحصول على هذه الوثيقه، لكن لابد من توفير زاد للبنك شنو الشروط البنكيه اللي باش نعطيوها الوثيقه هذه. هذه وثيقه كادت معناها اقساط، معناها هي وراء جل الاقصاءات اللي تمت. الى غير الى جانب الوثائق الاخرى، شهاده في الوضعيه الجبائيه، شهاده في التعريف بالشركاء، بعض الالتزامات من طرف الشركاء، هذما لابد من اخذ بعين الاعتبار باش ما نقول، باش ما يجيش المستثمر بعد يقول والله انا علاش ما نجحتش، ولا علاش ما جيت باي تيريتوري. لي وثيقه بسيطه. الحاجه الاخرى اللي ننبه عليها الخيان، ما نعرفش باش نقول احنا بوركي لوبتيميز بوركي ماكسيميز لور شانس، انه فما النقاط، فما النقاط على مستوى مختلف الوثائق اللي تقدم الشروط، وعلى المستوى الاداري والفني هذوكم لابد من محاوله تعظيم النقاط هذيك لو ماكسيموم نتحصل عليه. فما نقاط مهمه في على المستوى النيفو دانستريكسيون، معناها مستوى التعليمي متاع السيد متاع الشركاء متاعو، فما معناها الدرجة الفنية، هذوما نقاط مهمة. الواحد يلزم الشريك متاعو هو اللوج على شركاء، مع برشا وحيد يجيبوا الشركة الشركاء متاعهم ابنه وكذا، لكن احنا نقولوا معليش يمكن من بين الشركاء اذا كان فما الفني، اذا كان فما كذا يكون احسن، لان يزيدك نقاط. الحاجة الأخرى زادة هي الموضوع، فما حاجات اللي هي فنية، إدخال بعض التكنولوجيا جديدة، يكون واحد متنبه للإنوفاسيون، فيها نقاط، فيها موضوع الإنوفاسيون في التفتح على أسواق، عنده مثلا شركاء للتزويد إلى غير ذلك. هذوكم الكل يزم الخيان يقراهم مليح ويحاولوا كيفاش يضخموا النقاط متاعهم للنجاح أكثر. هذه بصفة عامة التوصيات. أنا نقترح عليهم الأولاد أن بعد ما يصيغوا العرض متاعهم كما نقولوا يعطيوا لواحد آخر كوريكتور، يقولوا بالله ثبت ينظر العرض متاعي، يكون واحد عنده ثقة فيه، يقولوا بالله ثبت العرض متاعي قبل ما نعرضه ينظر، والآخر يمكن ما يكونش مختص جملة، أما هو يعمل فيريفيكاسيون معناها توت بات، ينظر الوثيقة هذه صفا أشبه لا الكلمة هذه هاي ما هيش كذا، وإن شاء الله وقتها يقدموا عروضهم في الأجال
مددنا الاجال دونك فما اريحيه باش يوفروا لزمود الوثائق. هذه نقطه انا نعتبرها مهمه للولاد. فما زاد النقاط نتاع انه فما الاشعاع على المنطقه نتاعو، اذا كان يدخل شركاء من المنطقه، اذا كان هو ما نحكيوش عليه هو، اذا كان هو من المنطقه خير، اذا كان التشغيل كسبناه نقاط مهمه جدا اكثر من العاده. لابد من الامتثال للتشغيل، التشغيل يعتبر شرط اقصائي، اذا كان ما نعطيوش نستجيبوش للشروط اللي هي موجوده على التشغيل يقصى العرض. الحاجه الاخرى بلي نزيد ننبه الاولاد، مش لازم نبداو نقولوا هاي باش ناخذوا ارض خلينا نجيبوا فيها كل ما يظنوه هما مفيد. علاش؟ الخطر هي كل قطعه من العروض هذه فيها 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 برنامج انمائي. برنامج انمائي يقولوا فيه هذه الارض هذه شنو التوجه الانمائي نتاعها. التوجه الانمائي نتاعها موجود في كل معناها الكتيبات اللي يجبدوهم موجودين هذوما التفاصيل. لابد من الامتثال ليه. يحب العارض يحب يزيد حاجه اخرى فيها هي حاجه اخرى مفيده اللي بوني فيه، اما ما لازمناش نخرجوا عليها. اذا كان يقول لك مثلا هنا قدامي وثيقه ضايعه تقول يلزم فيها الفاج دو 750 بريبي، لازم منهم كان ما تجيبليش تقول لي لا نحب نعملها زيتون، لا تولي غلط تحصل على نقاط ضعيفه. لابد من الامتثال هذوما. بعد هذوما نحبوا نزيدوا، هي فيها مش عارف انا 20 هكتار زيتون وتحب تعمل معصره ما يسالش، معقول هذا فهمني. اما تقول لي ما نعملش لي بربي انا نحب كل الزيتون، غير مطابق، لان ساعات تلقى بيدها القطعه ذي فيها مراعي فيها الباركور الى ذلك. انا نطلب من الاولاد يمتثلوا مليح، يدرسوا الموضوع هذا مليح ويثبتوا بالنقطه ان نيجليش با، لانه خلينا نقولها مباشره سي نيجليز ان اسبي راهو المنافس نتاعهم اللي نيجليش با، دونك اوتوماتيكمون المنافس هو اللي يتعدى. فوالا هذه النقطه. الوكاله مش هذا، احنا الوكاله هذه عمليا نقوم بها وحارسين على انها تتم بكل كيفاش نقولوا مصداقيه وموضوعيه، وان شاء الله ننجحوا فيها العمليه هذه، وانا اكيد اللي ننجحوا فيها ما عنديش شك في ذلك.